طيب المثلث القوي جدا في هجوم الدحيل اللي كل الناس بتتكلم عليه واللي كابتن ربيع العفوي اشار اليه هو طرفين برازيليين ادميلسون ودودو. دول اتنين يعني ادميلسون جناح يمين سريع ومهاري وهداف، هو برازيلي بلجيكي، ومعاه في الناحيه الشمال دودو. دودو جناح شمال مهاري وسريع وهداف، عنده نفس المزايا، يمكن قدرته التهديفيه اعلى من ادميلسون شويه، بس كمان الدحيل زود القوه بتاعته لما جاب ميشيل اولونجا داكيني. طبعا قليل جدا واحنا في افريقيا بنسمع على لعيبه افزاز من كينيا، لكن المهندس عادل امبارح قال لكم الموهبه ملهاش وطن، من اي ارض تعتقد ان هي ارض صحراويه تبص في افريقيا تلاقي طلعت فيها حاجه مختلفه جدا. فاولونجا راس حربه الدحيل، جابوه من الدوري الياباني، كان هداف الدوري الياباني اخر سنتين بارقام تجاوزت ال 40 هدف. فبالتالي عندك طرفين برازيليين وعندك راس حربه كيني، دول بيمثلوا، وجاب علي كريمي، ودول بيمثلوا بقى القوى الهجوميه. قائمه الدحيل اللي سلمها للاتحاد الدولي عشان يشارك فيها في البطوله وبالتالي يواجه الاهلي يوم الخميس، في حراس المرمى خليفه ابو بكر وصلاح زكريا ومحمد البكري، في الدفاع علي ملالا واحمد ياسر محمدي، ده اخو حسين ياسر محمدي لاعب الاهلي ولاعب الزمالك السابق، وده ابن الكابتن ياسر محمدي كان لاعب قديم في اسكو قبل كده جيل عطيه شحاته واحمد ابو رحاب الجيل الذهبي الاسكو في السبعينات، والدهم الكابتن ياسر محمدي اقام في قطر، خد الجنسيه، لعب حسين في الاهلي وفي الزمالك، واحمد مدافع في فريق الدحيل، ومعاه كمان سلطان البريك ومحمد موسى عباس ومهدي بن عطيه اللي خاض تجربه احترافيه اوروبيه كبيره جدا والان موجود في الدحيل. في الوسط معاه لويس مارتن وبسام هشام وعلي حسن عفيف لاعب دولي وعلي كريمي واسماعيل محمد وكريم بوضيف وخالد محمد وعبد الله الاحرق وعاصم مدابو. في الهجوم قلت لكم معاه ادميلسون وباولو ومحمد مونتاري وادواردو رودريجز اللي هو شهرته دودو، والمعز علي عبد الله ده لاعب دولي، واولونجا الكيني برضو المعز ده من الهدافين، صحيح من الهدافين التاريخيين. ايوه في الدوري هنا. ايوه فلاعب دولي له وزنه. لا فريق متخم بالعناصر الجيده. بيدربهم مين؟ عربي فرنساوي، صبري لاموشي ده راجل فرنساوي اتولد في فرنسا، اصوله تونسيه، اتولد عام 71، يعني مدرب شاب برضه، انت بتتكلم في 50 سنه بالظبط. خد تجربه كلاعب في الانديه الفرنسيه، لعب لانديه كثيره جدا، راح ايطاليا برضه لعب لفتره، جه لعب هنا للريان القطري، وبعد كده لعب لاكثر من نادي في قطر واعتزل واشتغل هنا. ما لعبش باسم منتخب تونس، لعب باسم منتخب الجزائر لفتره، لكنه كان لعيب مهم، وبالتالي هو يعني هو عنده جنسيه مزدوجه؟ هو فرنسي تونسي. طب اللعب يعني زي اللي في منتخب الجزائر؟ اصوله تونسيه، لا لعب لمنتخب تونس، اتاخد لمنتخب تونس وما مثلهاش. وبعدين؟ رجع كمل مع منتخب فرنسا، لعب لفتره فرنسا مش الجزائر. فرنسا وتونس. انت اصلك قلت الجزائر. لا فرنسا وتونس. فبالتالي هو فرنسي وتونسي، مرن في 2012 منتخب كوت ديفوار وما حققش معاه حاجه، لكن مدرب عنده نزعه هجوميه شديده، وبالتالي درايته بالكره العربيه هنا واقامته لفتره طويله يا باشمهندس مقارنه ببيتسو موسيماني الجنوب افريقي شايفها ازاي؟ لا ما اقدرش اشوفه بصراحه. يعني انت المعلومات اللي قلتها عنه ايوه انه لعيب تقيل كان، ايوه لعيب منتخب فرنسا، وبعدين عنده كل تجربه احترافيه كبيره، مستقر بقاله مده، واضح ان طلباته الفنيه اوامر. يعني الدعم اللي حصل بثلاث او اربع لعيبه تقال بتقال جدا بتلتين قيمه الفريق. ايوه موسيماني احنا معاشرينه، ايوه وفاهمين دماغه، ايوه وانه راجل معجون كوره،